سلوكيات لافتة من أعضاء في الكونغرس تزداد وتيرة مع مرور السنوات، أمر دفع أحد المسؤولين السابقين في حملة أوباما إلى القول إن الكونغرس الأمريكي بدأ يشبه مجلس العموم البريطاني. فما أبرز هذه المواقف وماذا تكشف عن عمق الخلافات المتجذرة في الثقافة السياسية الأمريكية؟ أولى الحالات اللافتة تعود إلى عام 1975، حينها كان جيرالد فورد يلقي خطابه الأول بعد فضيحة ووترغيت. وقف عدد من النواب وغادر القاعة قبل بداية الكلمة في خطوة عدت صادمة حينها. لاحقا في عام 2005 قرر الرئيس جورج دبليو بوش في خطاب حال الاتحاد الحديث عن تغييرات على البرنامج الأكثر حساسية في السياسة الأمريكية وهو الضمان الاجتماعي. ما كاد الموضوع يطرح حتى ارتفع صراخ لا. هذا النوع من ردود الفعل لم يكن مألوفا حينها. مستوى جديد من الاعتراضات تم تسجيله في خطاب رئاسي لأوباما عام 2009، حين كان يلقي خطابا أمام الكونغرس حول إصلاح نظام الرعاية الصحية. وقف النائب الجمهوري جو ويلسون وصرخ أنت تكذب، ومباشرة بعد نهاية الخطاب تعطل موقع ويلسون وأغلقت صفحته على ويكيبيديا بسبب ما سمي بالتخريب. عام 2020 بعد لحظات من انتهاء خطاب دونالد ترامب، وقفت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي ومزقت الخطاب إلى نصفين وقالت للصحفيين كان بيانا للأكاذيب. بنس علق حينها على المشهد قائلا إنه مستوى منخفض جديد. بايدن لم يكن بعيدا عن هذه الأجواء، فخلال خطاب حالة الاتحاد عام 2022 تحدث عن المحاربين القدامى. فوقفت النائبة عن الحزب الجمهوري لورين بويبرت وصرخت لقد وضعتهم هناك 13 منهم، في إشارة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا أثناء الانسحاب من أفغانستان. ثم في خطاب 2023 أشار بايدن إلى أن بعض الجمهوريين يريد إلغاء الضمان الاجتماعي، فصرخت النائبة عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين كذب. تحول ذلك لاحقا إلى تبادلات حادة بين نواب المعسكرين. فإلى ما تشير هذه المواقف خلال خطابات يفترض أن تكون الأهم لرئيس الدولة الأكبر في العالم؟